ورشة الكتابة يلي حققت أحلام كتير مننا ويلي سمحت لنا وعطتنا الفرصة لأول مرة نحكي عن حالنا، أحزاننا، أفراحنا، تقاليدنا، عاداتنا، حتى حكايات ستي يلي ما بتتصدق. كل هذا وأكتر بتلاقوها بكتاب شتيلا ستوريز. مرحبا، أنا عمر النداف. أشكر الأنسة مايكا وسهير على هذا الكتاب الرائع الذي يتكلم عن قصة مخيم شاتيلا، فأنا كنت سعيدا جدا جدا في هذا المشروع وكنت فخورا، نعم كنت فخورا في هذه الخطوة، كما أتمنى أن ينال إعجاب جميع القراء لأنه جدا رائع، عمل رائع. شكرا. أنا فاطمة غزال، إحدى المشاركين بكتابة قصة شاتيلا. أنا فخورة جدا وسعيدة جدا بهاي التجربة، وهي كانت فرصة كتير حلوة لنوصل لتفاصيل المخيم الإيجابية والسلبية لكل العالم. السلام عليكم، أنا صفية بدران. أنا كتير سعيدة لأني شاركت بهذا المشروع، كنت جزء منه. بالحقيقة كنت خايفة بالبداية، بس بنفس الوقت كنت فخورة لأني كانت أول قصة لإلي بكتبها، وبتمنى الكتاب ينال إعجابكم بما فيه من محتوى، وبتمنى التوفيق للجميع. وأنا بتشكر كتير الأنسة مايكي والأنسة سهيل، وبتمنى لهم التوفيق وبشوف وجههم بخير. باي. من أجمل الأشياء اللي عملتها بحياتي هي أني شاركت بكتاب شتيلا ستوريز، لأني بحب الكتابة ولأني قدرت بقصة صغيرة أوصل شوي من تفاصيل حياتنا. لتعرفوا أكثر عننا اقروا الكتاب. أنا اسمي عمر أحمد، بدي أحكي لكم عن ورشة الكتابة الإبداعية اللي عملناها مع مايكا وسهير. هاي الورشة كانت من أحد أهم المحطات بحياتي، لأنه كنت عم بعمل أكتر شيء بحب أعمله وبخاف أعمله بنفس الوقت. كان بدي بس حدا يجي ويخليني أحكي يلي حاسه والقصص يلي مرقت بفترة من حياتي، فكانت مهمة جدا، خلتني أفرغ كتير من الطاقة الجوة وأحكي قصص صادقة صارت بالمخيم. فإن شاء الله يكون عم يعجبكم الكتاب وتقرأوا قصص حلوة من لاجئين، تفاصيل حياة اللاجئين. لأني شاركت ورشة كتابة القصص، كانت مفيدة كتير لإلي، عطتني خبرة جديدة وقدرت من خلالها أوصل الحياة اللي كنت عايشة فيها بشتيلة بتفاصيلها. في كتير ناس بتشغل الحياة عن شتيلة وعندك كتير فكرة مختلفة عن الحياة بشتيلة، أحيانا الناس تاخدها من منطلق سلبي إنه هي شيء مدمر أو شيء ما فيه حياة، وكثير ناس بتاخدها من منطلق إيجابي إنه هي فيها حميمية. هي التطعيم موجودين بقلب شتيلة. المخيم وحكاياته، باللحظة اللي تفوت فيها على المخيم فيك بتلمسه، بالحارات، بالتفاصيل، بوجوه العالم. هلا بنظري اللي أهم من هذا كله إنه هاي التفاصيل وهاي الحكاية ما بتبقى مشاهدات للي عاشوا وأخذوا فرصة إنه يعيشوا تجربة المخيم، وهذا اللي ببساطة اللي عملناه بشاتيلا ستوريز، إنه وثقنا هاي القصص والحكايات لنعطي فرصة للي ما قدر يعيش دفى المخيم يلمس الدفى والقصص من خلال قراءة الكتاب. مساء الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ بدي أقول لكم إني اشتقت لكم كتير. حابة أحكي عن التجربة اللي عشناها معكم مايكا وسهير، كانت كتير تجربة حلوة. أنتوا قدرتوا تعملوا منا شيء أو إنجاز إنا منا نحنا، وهيدا الإنجاز نحنا بنفتخر فيه، بنفتخر فيكم. أنتوا بالحقيقة طلعتوا شيء جواتنا، شيء مكبوت بقلبنا وصار حقيقة وكل الناس بتعرفه، وشكرا لكم، نفتخر فيكم نحنا، بتمنى هذا الشيء ينعاد.